صباح الخير عليكم مشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وخلونا نبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة لا تؤثر على معدل الحركة. لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الوالي ولحد كوبري الساحل والأميرية. خلونا نكمل جولتنا في شوارع الجيزة ونبدأ من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، وكثافات بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي كثافات المتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. تعالوا نروح دلوقتي محافظة الإسكندرية، وفي كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد حواليها الطريق كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصنا جولتنا المرورية، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون طقس مائل للبرودة الصبح بدري ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وكمان في أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 27 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 38 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.